مبادرة الصيدلة الذكية مبادرة موجهة للجمهور بجميع كافة بجميع شرائحه وجميع أطيافه، حيث أنها تستهدف أي شخص مراجع لصيدليات هيئة الصحة. وإن هذه المبادرة وهي مبادرة الصيدلة الذكية تجعل من المحطة الأخيرة التي يصل إليها المراجع في أي من منشآت هيئة الصحة محطة سعيدة وتجربة متميزة. جعلت من تجربة المتعامل في هيئة الصحة بدبي تجربة متميزة لها الأثر الإيجابي المباشر على تحسين المحصلات العلاجية والمحصلات الصحية للمرضى بشكل مباشر، حيث أن المبادرة رفعت معدل رضا المرضى لأكثر من 96%، وذلك من خلال خفض وقت الانتظار من 20 دقيقة إلى دقيقتين فقط.